أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء أم العقد؟ وإذا كان المراد به العقد، المراد به العقد، فالزانية إذا لم تتب لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها حتى تتوب توبة صحيحة، أما ما دامت مقيمة على الزنا فلا يجوز للمسلم أن يعقد عليها ويتزوجها، إنما يتزوجها كافر أو مشرك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة؟ لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة، لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة لأنها مخالفة لدينه إلا الكتابية، فالشرك ليس أصلا في أهل الكتاب وإنما هو طرأ على بعضهم وهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب، خلاف الكفار والمشركين فلا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب، في فرق بين أهل الكتاب والمشركين، فروق كثيرة في الأحكام وفي الحقيقة. نعم. فالمسلم لا يعقد على مشركة تعبد الأصنام والأوثان، لا يجوز، أما الكتابية فيعقد عليها لأن الله قال جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب في الجملة ويؤمنون بالبعث والنشور، خلاف الكفار والمشركين فليس عندهم إيمان أصلا. نعم.